جولة في كتاب مع أميرة الفاضل. مرحبا، رواية اليوم تصنف من أهم وأعظم الأعمال الأدبية على مر التاريخ، فازت بجائزة نوبل وحققت شهرة واسعة، ويقال إنه في أول يومين من صدورها بيعت 5 ملايين نسخة، رواية العجوز والبحر لهيمينغوي. رواية في ظاهرها قصة عادية، وفي باطنها تروي عمق الصراع اللي نعيشه في هذه الحياة، الفشل والخيبة والعجز. الرواية تتكلم عن سانتياغو الصياد العجوز اللي امتهن الصيد وعمل به طوال حياته ولا يعرف عملاً غيره. كان يذهب للصيد يومياً على متن قارب البسيط، ويرافقه مساعده واللي كان طفل صغير. يدفع سانتياغو أجرة لوالديه مقابل أن يحمل عنه الصبي الشباك وحبال الصيد. وفي أحد الفترات عجز سانتياغو عن اصطياد أي سمكة لمدة زادت عن 80 يوم، حتى لقبوه بالمنحوس. وقتها قرر والد الطفل أن يأخذ ابنه للعمل مع صياد آخر، لأنه كما يقول عن سانتياغو عجوز ولم يعد يصلح لشيء. تألم سانتياغو لتخلي مساعده عنه، ولكنه لم يستسلم. قرر أن يكسر هذا النحس الذي رافقه، وأن لا يعود إلى الشاطئ إلا إذا اصطاد سمكة. خرج في اليوم التالي وأبحر أكثر من المعتاد. بعد ساعات طويلة من الانتظار تحركت الشبكة، وتحرك القارب معها. بعد أن حاول الصياد سحبها اكتشف أنه حجمها أكبر من القارب نفسه، وأنها حتى لو ماتت لن يستطيع حملها على القارب. فقرر أنه في حال توقفها عن المقاومة وموتها يقوم بربطها وسحبها إلى الشاطئ. قاومت السمكة لمدة 2 يوم، وقاومها سانتياغو أكثر. كانت تهاجمه كلما أراد لمس الشباك، وأصابته أكثر من مرة، واستخدم الرمح لقتلها وأصابها بعمق. لكن اللي صار إنه رائحة الدم اجتذبت أسماك القرش، ودخل في صراع أكبر. كل هذا الصراع اللي واجهه الصياد ما كان سببه الرغبة في بيع السمكة الضخمة أو الربح المادي. سانتياغو أراد أن يثبت لنفسه ولأهل المدينة أن السنين لم تضعفه، وأنه ما زال ذلك البطل الذي يملك حيل وخبرة في الصيد وفي مواجهة البحر وتقلباته، وأن الإخفاق الذي رافقه لفترة طويلة ما هو إلا حظ عاثر وسينتهي. وصل سانتياغو إلى الشاطئ مع سمكة فقدت لحمها وأصبحت هيكلاً لا يظهر منها إلا الرأس والذيل، بعد أن هشتها أسماك القرش. لكن سانتياغو أثبت لنفسه ولأهل بلدته أن العزيمة والإصرار قادر على هزيمة أكبر المصاعب. كنت معاكم أنا أميرة الفاضل، ورواية العجوز والبحر. مع السلامة.